طالما يكون في سلفات سابقا اصابه معينه لم تراه والمويات تو طايب يعني في حاله رجوع قاعد يرجع للحاله الطبيعيه تكون حذر انت في الحرص على انه ما يتعور. كما ذكرت سابقا لما تركب حصان بعد فتره راحه مقاطع شمس وغيره هذه بعدها شهور راحه شهر راحه اسبوعين راحه الى اخره ولا لنشات ولا بدوك كبير ولا تفريغ طاقه وتتحكم فيه. ليش؟ انك لو الحصان هدبته او خبيته الى اخره أسوأ شيء يسويه لن ينجح فيه اصلا اللي هو فرض انت هدب الحصان في طاقه بيحاول يفتح بيعور نفسه تو طايب اذا فتح وانت تبغى تهدب بس ومجهز للفتح عور نفسه فبدا انت ضامن انه ما ينجح في الفتح اصلا لا هدب ولو حاول يزيد بيفشل ولو استمريت هدب وضغط نفسه وصار يضرب بالارض ضرب بسهوله اقدر اوقفه واهديه فماشي الهم ما هدب احس مطمئن انه هدب زين استمريت احس لا انه ممكن يضر نفسه انه فحط محله يحط الضغط زايد واوقفه انت هنا لكن في نفس الحاله دي لو كنت تقفل حصاني الخاص وهو مصاب لو بغى ينطلق انطلق وقت الجد ما بالك حصان مصاب ولفتره ما اشتغل في طاقه بينجح ما تقول بهدب ثم اذا حاول ينطلق برده بينجح ولو ما نجح وفحط محله صعب تهديه اذا كل ما كان عندك قدره انك لو شغلت الحصان اللي تو بدا يطيب تو بدا يتعالج الى اخره بتجرب وضعه زين بتستمر وضعه مو بشيء مو بزين بتوقف بسهوله عادي كل ما كنت تحس انك لو جربت وصادف ان الحصان في طاقه وبيزيد لن تستطيع ايقافه حتى لو وصل لشيء معين ممكن يعور نفسه فيه لان اصلا لا تحط نفسك في الموقف ذا لو جاهز درج في الجود ثم درج في بدوك ثم فك بدوك اكبر لين الحصان يطلع طاقه زياده ثم اركب عشان لو حاول ينطلق وغير اصلا ما يكون في طاقه انه يبغى يحاول يسوي شيء ثاني لا تحاول تبالغ في الاشياء اللي انت تسويها ولا تنزل عنها زي الرجوع الخلف اللي فضيته الى اخره سوها بس بدرجه اقل كميه ممكنه وتدريجيا زدها عشان ما يضغط على اماكن مثلا كان متعور فيها رمانه ترهل وتر الى اخره لا تنازل عنها تماما لكن لا تبالغ في فعلها اخيرا الاشياء المفاجئه فعل تمرين مفاجئ كعه مفاجئه حركه مفاجئه الحصان ما راح يكون متوقعها فهو يكون يتحرك بحركه معينه موزونه وحامي المنطقه اللي متوقع انها متعور فرضا عنده الم في الحافر الم في الراس في الرسغ الى اخره فهو يمشي بطريقه معينه يحمي نفسه لو تحرك فجأة يضطر يوزع الطاقة على جميع الأماكن من ضمنها المكان اللي كان بيحميه زي لو أنت فيك إصابة معينة قاعد تمشي بطريقة معينة تحميها أفرض أنك فزيت فجأة أو اضطريت تركض تقص خط وسيارات مسرعة إلى آخره تضطر تضغط على المنطقة اللي كنت تحاول تحافظ عليها فتعور نفسك إذا لا تخليه يجي فوضى أنت تعطيه أوامر مفاجئة فتضطر يحط طاقتك كلها على كل القوائم بالتساوي فيعور نفسه وترجع الإصابة كذلك لا تحطه فوضى تخليه هو بدون ما تتعمد يضطر يبالغ في وضع طاقته على كل القوائم يعور نفسه اماكن مثل الخليج في الجفله زايده الى اخره فحتى لو تحكمت فيه وحاط سرعته واتجاهه بجيبي وضامنه بامر الله بس ممكن يفز محله فز المحل المكان اللي كان مريحه اضطر يضغط عليه زياده شوي فتعور فتجنب المبالغه في بعض الامور لكن لا تنازل تماما طرق ركوب الاخرى لابد تتنازل تماما لان لما يجي وقت الجد بينجح فيما يريد فلو ما تنازلت الان يخليك هناك تضطر تنازل بتعور